في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة هو الطريق. الطريق 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 الطريق. أصحابي في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم دعوة الأولاد. وحشتونا خالص يا أصحابي من الحلقة اللي فاتت للحلقة دي. النهاردة معانا ضيوف منورنا، هقول لكم عليهم بس بعد ما نصلي الأول ونسلم على ميمو، وبعدين نبتدي نشوف مين ضيوفنا النهاردة وإيه موضوع حلقتنا النهاردة. إزيك يا ميمو؟ إزيك يا إنجي، وحشتوني قوي قوي، وكل أصحابي في كل مكان وحشوني قوي قوي قوي. إيه أخبار المصيف يا ميمو؟ حلو خالص. انا رحت البحر ولبست العوامة بتاعتي وقعدت اعمل بيوت كده في الرملة، وعملت حفرة حطيت فيها مايكل، بس الصراحة قلت يعني كنت عايزة ارمي عليه كل التراب كده، بس صعب عليا بقى. هنشوف الموضوع ده بس نصلي الاول يا اصحاب. لو انا غرقتها في البحر وسبتها جوه، مش عارف ايه اللي طلعها بصراحة. هنصلي الاول يا اصحابي. اوكي، ما انا بحكي لك اهو. صلي الاول يا ميمو. ماشي. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. رب المجد إلهنا يسوع، نشكرك يا رب من أجل حلقة جديدة ببرنامج دعوة الأولاد. نشكرك يا رب من أجل وجودنا في كل بيت، بركتك يا رب المجد تحل علينا وعلى كل اللي بيتفرجوا علينا في برنامج دعوة الأولاد، وعلى كل باباهاتهم ومامهاتهم، وعلى أصحابنا الحلوين اللي بينورونا في الحلقة دي. يا رب يسوع بركتك علينا، وكل سنة وكلنا طيبين بمناسبة صوم ماما العذراء، وده موضوع حلقتنا النهاردة. آمين. معانا جوزيف جاتو. علي صوتك أكتر. جوزيف جاتو هو ابن الدكتور الغالي دكتور جوزيف نصر الله، وأختنا الغالية أخت رانيا نصر الله، ده ابنهم الوسطاني. هاو أولد أر يو؟ عندك كم سنة يا جو؟ 8 years old. 8 ولا 9 years old. طيب جو، تقدر you gonna pray for us now؟ هتصلي لنا بالانجلش؟ اوكي يلا. اوكي، thank God let us have a good time. Thank Lord let us have a good time. Help the poor, help the people in the hospital. Let us do fine in this TV show. Amen. Amen. هو بيصلي من أجل كل الغلابة والمساكين، من أجل كل المرضى اللي في المستشفى، وكمان بيقول يا رب خلي بركتك علينا في الحلقة دي. أمين. أمين. Thank you, Joy. أنت رايح سنة كام؟ What grade you gonna go? Fourth grade. سنة رابعة ابتدائي. ربي باركه، هو خادم صغير لسه بيطلع للدنيا، وربي باركه لغاية ما نشوفه خادم كبير جدا زي بابا ومامته. أمين. ميمو، ويبقى زي كده يا انجي بيعمل كل حاجه حلوه. انت خادم؟ طبعا وبعمل ده خادم يا جوي. شايف ده خادم يعني؟ شفت ايه رايك فيا؟ حلوه طبعا. صاحبك وعمال تقول له اول الحلقه خليك في صفي خليك في صفي، صح؟ صفي ايه؟ لا يا انجي، ده انا بقول له على كل الحاجات الحلوه اللي انا بعملها، ده انا كل مواعظ وعبر. صح، هنعلمه كل مواعظ وعبر دلوقتي. طبعا. طيب كمان من خلال دعوة الاولاد، جول حابب تقول ايه لقرايبك في مصر؟ سلم عليهم وتقول لهم ايه هم بيتفرجوا عليك دلوقتي. بص للكاميرا وقول لهم. ها
اسمك؟ ازيك؟ I came from Egypt and سلم عليك. مين بقى عندك؟ مين في مصر الفاميلي بتاعتك؟ ها بابا جوزيف نصر الله و فانو لا وجده في مصر في ايجيبت. اه مين اللي في ايجيبت فاميلي؟ نقول لهم هاي. هاي. ها مين بقى؟ جده؟ ايه هاي جده. هاي تيتا. هاي كازن. هاي كازن وانكل وتانت. انكل وتانت. Say kisses for them. This is for them. اديهم كيس. هو بيسلم على كل الفاميلي بتاعته. هو تقريبا عاش هنا كل عمره، مش بيعرف يتكلم عربي كويس، بس احنا وراك يا جول عشان تتكلم عربي صح؟ انجي انجي انا كمان عايزه اسلم على قرايبي في مصر واصدقائي. انت بتطلع كل اسبوع يا ميمو. ما انا عايزه اسلم برضو واهدي لهم. طب اتفضل يلا سلم عليهم وعيد عليهم. كل سنه وهم كلهم طيبين. سلام لطنط وعمو. استنى استنى انت استنى. كل سنه وهم طيبين بمناسبه ايه؟ صيام ماما العيد. انت مش شايفاني طيبه اهو. ايوه انا اول مره احس يا اصحابي ان ميمو جاي مبسوط. كل سنه وانت طيبه يا ام النور وبركاتك تحل على كل اصحابي وبدايه صوم سعيد. الصوم ابتدى اول امبارح يا اصحابي، ابتديناه بدري يوم علشان ابتدى يوم اربع، وحننهيه متاخر يوم السنه دي علشان هيخلص يوم سبت، لان سوري هيخلص يوم جمعه بدل يوم الخميس علشان الاربعاء والجمعه داخلين في الصيام. اصحابي بركه ام النور تحل علينا ويكون صوم مبارك. امين امين يا انجي. امين يا ميمو. انا بقى بسلم عليهم كلهم، طنط وعمة وجد وتيتا واولاد خالتي واولاد خالي واولاد عمي وكل قرايبي اللي انا حتى ممكن يكونوا موجودين وانا مش عارفهم. خلاص يا ميمو الحلقه كلها هناخد كل العيله. هنهدي لهم اغنيه وحشتوني وحشتوه. لا احنا هنهدي لهم الفقره الاولى من برنامج دعوه الاولاد، فقره الاعمال الفنيه بتقدمها لنا بنوته صغيره اسمها ميرا. يا رب تعجبكم بنت زي العسل. يا انت البسل. مش هحكي لك الاول على ده ازاي انا صايم وتعبان. لما نشوف الفقره دي انا مدى. انا اسمي ميا وعملت بكير جلو. بنشكر صاحبتنا ميرا على الفقره الحلوه دي. ثانك يو يا ميرا، وعملت لنا وش حلو قوي 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 مع ان انت صغننه خالص خالص. على فكره بقى انا بعمل حاجات احلى منها. انت غيور قوي الحلقه دي يا ميمو. ولا مره انجي حطيتي حاجات الانجازات اللي انا بعملها والابهارات اللي انا ببهر بيها اصحابي. ليه انجي كده سعيده؟ انت بس اديهاني اديهاني كده بس وبلاخش دعوه يا ميمو. بس وريني الانجازات اتحط في متحف. متحف الشمع.
المتحف وهي متحف الشمع ده. المتحف بتاع الشمع؟ لا انا مش بعمل شمع، انا بعمل حاجات حلوه كتير وبرسم وبعمل تماثيل. يا سلام عليا، ده انا ما حصلتش في الحاجات اللي بعملها. ميمو، هو جويل كمان بيعرف يعمل حاجه. بيعرف ايه؟ بتعرف تعمل ايه؟ ترسم؟ بيلعب باسكت بول. علي صوتك. باسكت بول، سوكر، والكرة قدم، and baseball، بيسبول، and dodge ball. dodge ball. انا مش عارفه ايه dodge ball. انا كله بعرف العب، وتعالى بعد الحلقه العبك واغلبك فيهم كلهم عادي يعني. هتلعب معي؟ هتلعب معي؟ وهغلبه عادي. انت اللي هتغلبه على فكره، انت اللي هتغلبه. مش ميمو، ميمو هيخسر. اما نشوف. اما نشوف. اصحابي في كل مكان، النهارده هنتكلم عن صيام صغنن خالص خالص، هو صيام ماما العذراء. ليه بنصوم صوم ماما العذراء؟ ليه يا اصحابي؟ وليه بابا وماما بيصمموا ان احنا لازم نصوم الصيام ده؟ وبيكون حاجه مقدسه، وكمان في اخواتنا من المسلمين كمان بيحبوا يصوموا للعذراء، لان الصيام مبارك جدا ودايما بيكون صغير وجميل، وكمان بيعدي بسرعة قوي ومش بنحس بيه. ليه بنصوم لماما العذراء؟ الصوم ده زي ما قلنا بيبقى له شأن كبير عند المسيحيين، وكمان قال ان احنا الرسل هم اللي رتبوا للصوم ده، يعني التلاميذ بتوع بابا يسوع هم اللي قالوا يا جوي ان احنا لازم نصوم الصوم ده. ليه؟ لان لما ماما العذراء ماتت، وكانت كما زي ما تعرفوا يا اصحابي ان القديس توما الرسول كان بيخدم في بلد اسمها الهند. لما ماما العذراء ماتت خلاص في اورشليم، لما جه يرجع تاني من الهند لفلسطين، رأى ملايكة انجل نازلين من السماء خلاص ماسكين جسد البادي بتاع سانت ماري ماما العذراء وطالعين بيه للسماء خلاص. فبعد كده راح قال للتلاميذ بتوع بابا يسوع، قال لهم ايه؟ قال لهم انا شفت الجسد بتاع ماما العذراء الملايكة الانجل شايلينه طالعين بيه السماء. اوكي، فقالوا له ايه؟ احنا عايزين احنا نصوم علشان احنا كمان نتأكد من الرؤية دي، وان دي رؤية احنا هنعمل صيام علشان ربنا يأكد لنا في نهاية الصيام ده ايه، علشان ربنا يأكد لنا وان الرؤية دي صح، ويكون ده فعلا نصوم فرحا بصعود جسد ام النور للسماء. فهمت يا ميمو؟ فهمت. طب ممكن تقولي انا قلت ايه؟ لا انا هسألك بقى على حاجة تانية. ايه؟ هو اشمعنى يعني جسد ماما العذراء هو اللي طلع السما؟ ده سؤال حلو. طبعا ميمو بيقول حلوة ومعبرة، امال ايه؟ ليه جسم ماما العذراء بس هو اللي طلع السما، مش اي جسم تاني؟ علشان ماما العذراء يا جو بابا يسوع اتجسد، الله ربنا اتجسد ودخل جوه بطنها بيبي صغير، فما ينفعش ربنا لما يدخل في جسم ماما العذراء الجسم ده يبقى في التراب زي جسم اي حد، لان ده شال الاله. فهمت يا ميمو؟ يعني عشان هي كانت حامل في بابا يسوع في بطنها، وهي مامة بابا يسوع. بالظبط يا ميمو، علشان هي والدة الاله العذراء، علشان كده هي مقدسة. طيب البعض ربنا، في ناس بتقول ان احنا لازم نصوم لربنا خلاص، وانتوا ليه بتصوموا للرسل وبتصوموا صيام العذراء؟ هل ينفع؟ هنرد عليهم نقول لهم الكنيسه ما بتصومش للبشر، الكنيسه بتصوم لربنا فعلا، لكن تسميه الصوم لما نسمي صوم الرسل وصوم العذراء ده بيرجع الى ان الصوم ده بيبقى قبل عيدهم، يعني قبل عيد صعود جسد ماما العذراء بنصوم، قبل عيد الرسل العيد بتاعهم بنصوم. عرفتوا اصحابي؟ لكن احنا مش بنصوم للرسل، احنا بنصوم لربنا، مش بنصوم لماما العذراء، احنا بنصوم برضو لربنا خلاص. كمان بيقول ان 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 الصيام ده عملوه علشان كل سنه ينتهي بالوقت اللي صعد فيه جسد ماما العذراء. يا رب يا اصحابي تكونوا فهمتوا المعلومه دي، مهمه قوي 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 في بدايه الصوم بتاعنا عشان نبقى عارفين احنا بنصوم ايه. نطلع الترنيمه دي ونرجع لكم مره ثانيه. يسوع قال لي انا حارسك، مالك خايف من ايه؟ حملك
عشانك راسي اكليلي كان اشواك وبموتي اخدت حياتك بعد ما زالت خطاياك. ليه انا شايفك حيران كان املي تكون فرحان. It's called Worthy is the Lamb. طب يلا سمعنا. Worthy is the Lamb. علي صوتك. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh Lord. Okay, that's it. That's it. Okay, bravo. Joey صوتك حلو. كملها يا جوي. خلاص بقى هو مكسوف شويه يا ميمو. يمكن خايف عشان صوتي احلى منه. انت صوتك احلى منه. طب سمعني ترنيمه كده. لا لا يا انجي انا صوتي بيطلع في المناسبات بس. انا يعني اتلاقيه حافظ حاجه يا ميمو اساسا. سمين هو. سمين طبعا. اصحابي في كل مكان. ميمو عايز يحكي لكم عمل ايه في نونا اللي كانت بيقولوا لنا اول الحلقه لما كان بيغرقها وكان بيغرق اخوه حاجات كده يعني. ايه يا ميمو؟ احكي لك بقى اللي حصل. بس بسرعه. أنا عشان كمان عايزة أحكي لك بصراحة يا إنجي قد إيه أنا الصيام تعبني تعب يا إنجي. آه الصيام. يو فاست يا جو؟ مش قادر خالص. أه جو فاست هو صايم. بس يعني أنتوا مش شكلكوا صايم. شكلكوا إحنا لازم يعني نبين إن إحنا صايمين؟ أه ما ليه طول ما أنتي ماشية كده تقعدي تقولي أنا صايمة أنا صايمة. ما ينفعش يا ميمو بعد الصيام العدس صيام صغنن وكمان في سمك وجمبري. كمان في تونه وفي فول وفلافل في حاجات كتير قوي احنا بنحب ناكلها. اه بس ما فيش اللحمه ما فيش الفراخ ما فيش مهم اللحمه والفراخ. انت عارف ان في ناس بتعيش السنه كلها ما بتاكلش لحمه وفراخ بيسموهم هم كده النباتيين. يا حرام. لا هم عايزين كده يا ميمو مش حرام هم عايزين كده صح؟ هم عايزين بقى كده ما لناش دعوه. You know vegetarian people؟ اها؟ You know them؟ A little. They didn't eat all the year. They didn't eat meat or chicken عايز يجوا. طيب اصحابي في كل مكان جوي دلوقتي هيقول لنا حاجه مهمه قوي. هو بيحب مين من السانس في الكتاب المقدس؟ مين القديس اللي انت بتحبه؟ مين اكتر واحد بتحبه في البايبل؟ I like Moses the Black. معلش صوتك بقى وقول لنا تعرف ايه عنه بسرعه. he like built the ocean and he died for God. انتوا سامعين حاجه؟ لا بصراحه انا مش سامع. معلش صوتك كده. Okay. He broke the ocean and died for Jesus. فهمت يا ميمو؟ اتابع انا مليت انا باخد 10 على 10 في الانجليزي. هو قول يلا. شق الايه؟ شق البحر. شق البحر الاوشن ها؟ وعدى بقى. وعدى؟ صح يا جو؟ وعمل ايه كمان؟ عدى بمين بقى؟ died for God. عمل ايه يا ميمو؟ هو انا صراحة ما خدتهاش في المدرسة يعني. هو شق البحر وعدى بشعب الرب. شفتي؟ صح كده. هاخدها السنة الجاية. انت لسه ما وصلتلهاش يعني؟ لا. طيب. اصحابي في كل مكان انا مبسوطه قوي 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 ان انا معايا النهارده جول ومبسوطه اكتر ان هو يعني فاجئني بجد. انا اتفاجئت جدا ومبسوطه كمان ان هو لابس كروس. وري اصحابك الكروس اللي انت لابسه. مين اداك الكروس ده يا جول؟ مين اداهولك دلوقتي؟ ماي داد.
dad. My dad, بابا. تحبي تقول ايه لبابا؟ يا بابا اداك انت واحد ما تانيش انا ليه. He's the best dad I ever had. لا علي صوتك بسمعين، عايزين كل اصحابي يسمعوا، ها؟ He's the best dad I ever had. هو اعظم اب يعني في الدنيا دي كلها. وايه تاني عايز تقوله؟ عايز تقوله thank you for what؟ Thank you. علي صوتك. Thank you for bring me in the show. I appreciate that. Thank you, Dad. بشكرك يا بابا ان انت جبتني البروجرام النهارده وانا مبسوط جدا. ثانك يو داد. بشكرك يا بابا. واحنا ثانك يو كمان ان انت معانا النهارده يا جوي. مبسوطين جدا، عايزين بيك سمايل وساي باي باي ونشوف الترنيمه الجايه عشان نجيب جوي. هتسال ايه ده البسه شويه نو عشان هنجيب جيسون يا اصحابي، اخو الصغير نتعرف عليه. وكمان ما قلتش ثانك يو فور ماما، قول حاجه لماما. ثانك يو مام. I love you. Thank you for bringing me this show too. Thank you يا ماما. بشكرك، بشكرك يا ماما ان انت جبتيني البروجرام ده النهارده. I love you. انا بحبك قوي يا اصحابي في كل مكان. نشوف الترنيمه ونشوف جيسون بعدها. كما هوش حاجه حلوه قبل ما يمشي يدهني ولا حاجه؟ هيمشي كده فاضي. يا سمكه بسرعه قولي ازاي ولي اللي خلقني وخلقك بتسبحي وبتغني له ولا تعملي ايه ولا بطريقتك وحدك بتفرحي. يا سمكة بسرعة قوليلي ازاي ولي اللي خلقني وخلقك بتسبحي وبتغني له ولا تعملي ايه ولا بطريقتك وحدك بتفرحي. مش بعرف اعوم ما يهمكش لو اعوم او بلبط لو ارسم او اشخبط لو صوتي ملخبط ربي بيقبل تسبيحي. لو اعوم او بلبط لو ارسم او اشخبط لو صوتي ملخبط ربي بيقبل تسبيحي. انتي رسامه قوليلي ازاي ولي اللي خلقني وخلقك بتسبحي طب بتغني له ولا بتعملي ايه ولا بطريقتك وحدك بتفرحي. وانتي رسامه قوليلي ازاي ولي اللي خلقني وخلقك بتسبحي طب بتغني له ولا بتعملي ايه ولا بطريقتك وحدك بتفرحي. مش بعرف ارسم ما يهمكش لو اعوم او ابلغ لو ارسم او اشعر لو صوتي ملعب ربي بيقبل تسبيحي. لو اعوم او ابلغ لو ارسم او اشعر لو صوتي ملعب ربي بيقبل تسبحي طب بتغني له ولا بتعملي ايه ولا بطريقتك وحدك بتفرحي. اللي بتقولي ترنيمه ازاي وليه اللي خلقني وخلقك بتسبحي طب بتغني له ولا بتعملي ايه ولا بطريقتك وحدك بتفرحي. ما يهمكش لو اعوم او بلبط لو ارسم او اشخبط لو صوتي ملخبط ربي بيقبل تسبيحي. لو اعوم او بلبط
ايه ده؟ لو صوتي ملخبط ربي بيقبل تسليم. انا قلبي مزبطت فرحان يتنطط، الله بيظبط كل صلاتي وتسبيحي. لو عوم او بلبط، لو ارسم او شخبط، لو صوتي ملخبط ربي بيقبل. رجعنا لكم يا اصحابي مره تانية ومعانا جيسون. هاي جيسون. هاي. هاو ار يو؟ هاي كل حد. هاي كل حد، زيكم كلكم. اي لاف يور سمايل. جيسون برضو اخو جوي الصغير، والكبير معانا كمان فانو بس ورا الكاميرا بيساعدنا. هاي فانو. هاي يا فانو، عامل ايه؟ ثانك يو فور هيلبينج اس توداي ان اور بروجرام. احنا بنشكرك كتير يا فانو انك معانا النهارده وبتساعدنا. انت ولد جميل جدا وفعلا انت ابن بابا يسوع. وجيسون كمان انا مبسوطه جدا ان هو معانا النهارده. جيسون بقى يا اصحابي شبه مامته خالص، صح؟ يا يو لوك لايك ماما. فانو، انت شبه فانو. هو شبه فانو يا اصحابي. جيسون عندك كام سنه؟ هاو اولد ار يو؟ 8. عندك 8 سنين. جيسون يا اصحابي احنا النهارده بنقول له كل سنه وانت طيب علشان عيد ميلاده الشهر ده. Right? Your birthday is this month. You know that? Next month. Next month? Yeah, actually this month. This month in August. Happy birthday. Happy birthday جيسون. هتجيب لي ايه بقى هديه؟ لا احنا اللي هنجيب له بريزنت يا ميمو. لا مش هو. لا هتجيب لي ايه؟ What you're going to give me as a present for your birthday. أنا مش اللي انت اني حاجة. مش هيجيب لك اي حاجة. قول له انت اللي تجيب لي يا ميمو. قول له انت تدي انا حاجة. انا اجيب لك؟ طب اديني فلوس وانا اجيب لك. مش هستخسر فيك صدق. لا لا ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب معاك كاندي دلوقتي اي حاجة؟ لا. طب اديني الصليب اللابس. طب اديني اي حاجة. طب ايه ده؟ نو نو. لا قول له الصليب. وري اصحابك الصليب اللي انت لابسه يا جيسون. اوه اي لايك ات. بصوا يا اصحابي محدش يستغنى عن الصليب، لان الصليب ده هو اللي بيحمينا في كل وقت وفي كل مكان. اصحابي كمان احنا الصلبان دي اللي عايز يطلبها يتصل ببرنامج دعوة الاولاد. جيسون بمناسبه عيد ميلاده هيبعت له صليب هديه. رايت؟ اوكي. لما يبعت لي انا اهو دلوقتي. وهيدي ميمو بعد الحلقه صليب كمان، وهيدي انجي صليب. وباسم برنامج دعوة الاولاد بنقول ثانك يو يا جيسون على الصلبان الحلوه اللي انت مقدمها لبرنامج دعوة الاولاد. اوكي؟ اوكي. وانت دلوقتي الشهر ده هتكمل 8 سنين. يلا نقول له هابي بيرثدي يا ميمو. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي جيسون. هابي بيرثدي. هابي بيرثدي. هابي بيرثدي جيسون. تحب تقول ايه بقى؟ هو عايز الحنها لك. احجزي نص التورته. عايز ياخد الكيك البيرثدي كيك بتاعتك. تقول له ايه بقى؟ لا لا تدي له حته دي. انت هتستني كده ليه؟ انا هاكل الكيك. هتديني كل الكيك بتاعتك؟ ها؟ لا لا. ايه ده؟ مش قال اه دلوقتي هو رجع في كلامه ليه؟ نو انا هاكل الكيك. هو هياخد كل الكيك. انت هتاخد كل الكيك؟ امال انا هاخد ايه انا لما تاخد انت كل الكيك؟ رد عليهم يا جيس. انت هتاخد البيتزا. انت هتاخد البيتزا. ماشي بيتزا بيتزا ما يضرش. ماشي برضه. تدي له بيتزا كلها ولا تدي له بيس؟ بيس. وان بيس. ممكن ندي له جيسون ممكن ندي له وان بيس من الكيك؟ خلاص هو وافق يا ميمو. هيديك حته كيكه وحته بيتزا. اوكي. وده ليه الكرم ده يعني؟ يعني ليه يعني كده؟ يا ده انت جاي على نفسك قوي يا جيسون. بس انت عيد ميلادك بعد الصيام بعد الفاست. احنا دلوقتي فاستنج عشان عيد ماما العذراء. انت لا. انت بعد كده بعد عيد ميلادك بعد الصيام مش كده يا جيسون؟ صح. هو انت صايم يا جيسون زي جاوي وزي طبعا ده انا صايم الصيام من اول. لازم يتباهى ويقول انا صايم ولازم الناس كلها تعرف ويعمل زي المراقين اللي ماشيين يقولوا احنا بنصوم وياخدوا خلاص. انت كده هتستوفى اجرك ولما تطلع السما بابا يسوع مش هيديك يعني الحاجه الحلوه عشان انت صمت. بابا يسوع زعل منك عشان انت ماشي تقول انا صايم انا صايم انا تعبت من الصيام انا صايم يا اصحاب. ليه
بعدين بقى لما انا سايمه وبابا يا سامي مش هيديني حاجه حلوه ليه؟ عشان انت ماشي تقول انا صايم انا صايم. المفروض لما تكون صايم ما تقعدش تتكلم كتير وتصوم بقلبك وتصوم عن افعالك وتعمل حاجات حلوه كلها، وما نكذبش وما نحلفش وما نشتمش وما نعملش حاجات باد، وما نقولش باد وورد، وما نقولش حاجات وحشه، صح؟ صح يا جيسون؟ لازم نعمل ايه بقى؟ ولاد بابا يسوع يعملوا ايه؟ قول. ما يقولوش ايه؟ باد ووردز. باد ووردز. وايه كمان؟ ايه؟ ما يكذبوش. لاي؟ دونت لاي؟ دونت لاي. ما يعملوش ايه كمان ولاد جيسوس؟ دونت دو باد ثينجز. ما يعملوش حاجات وحشه، برافو. ايه تاني؟ لازم يعملوا ايه كل يوم؟ ايه؟ يصلوا؟ يبراي؟ ها؟ يو براي. براي افري داي. براي افري داي. ممكن تصلي يا جيسون؟ تقدر تصلي زي جوي؟ يلا بس علي صوتك. Thank you God for all the things you did. We bless you so much and thank you for all the things you done. Amen. Thank you يا جيسون على الصلاة الحلوة دي، بجد انت ولد جميل. جيسون تحب تقول ايه لداد and mom هما شايفينك دلوقتي؟ تحب تقول لهم ايه؟ Thank you dad for giving me all the things you ever could. That's it. And mama, thank you for all the things you bought for me and made me eat. That's it. يلا ترجم يا ميم. ترجم ايه؟ اللي قاله جيسون. ما الكلام يفسر نفسه، هو هينزل دلوقتي بالترجمة على طول. لا انت اللي هتقول. اقول ايه؟ يبقى انت ما فهمتش الصلاة بتاعتي. لا طبعا فهمت. طب ليه؟ ده انا بعرف اتكلم كل اللغات. وريني يا ميم. الحية والميتة وكل. يا خبر ابيض. طبعا. يلا اقول هو جيسون شكر بابا ومامته قالوا ايه؟ شكرا يا بابا، شكرا يا ماما، بحبكم قوي وربنا يخليكم لينا وشكرا. هو قال كده؟ انت قلت كده يا جيسون؟ لا. قلت ايه؟ انا قلت thank you dad for giving me all the things you could and mommy thank you for giving me everything to eat. بشكرك يا بابا عشان انت بتجيب لي كل حاجه انا عايزها، وthank you ماما بشكرك يا ماما عشان انت بتجيبي لي كل الاكل او بتعملي لي كل الاكل اللي انا بحبه، صح؟ شفتي؟ شفتي؟ ما قلتش حاجه انا؟ انت ما قلتش حاجه خالص يا مينا. انا قلت الاختصار يا انجي. مينا بطل. الجمله المفيده يعني. اصحابي في كل مكان احنا بنقول بقى thank you جيسون ان هو جه معانا النهارده في دعوه الاولاد. كل حد فيكم عايز يكون معانا في برنامج دعوة الأولاد يتصل بينا على رقم قناة الطريق اللي موجود قدامكم على الشاشة تحت، هيكون قاعد زي جيسون كده، وخصوصا كمان لو عيد ميلاده ممكن كمان نحتفل معاه في الاستوديو بعيد ميلاده. على حسب، لو هو اللي هيجيب التورتة. على فكرة جيسون ابن دكتورنا الغالي دكتور جوزيف نصر الله واختنا الغالية رانيا، واحنا بنعزكم كتير، ربنا يبارك لكم في أولادكم التلاتة، يا رب تشوفوهم قدام كبار ويزيدوا حياتكم بركه وربي يبارك حياتكم. اصحابي في كل مكان جيسون بقى هيقول لنا سونج كده صغيره لجيسوس. ايه رايك؟ مش عارفه اني اغني ولا حاجه خالص. لا مش معقول. تعرف تغني بالعربي؟ لا. طب تعرف ايه الترانيم بتاعت بابا؟ هللويا. هللويا تعرف تقولها؟ شويه. طب قول يلا. هللويا هللويا هللويا. That's it. ممكن انت تقول هللويا يا ميمو؟ هللويا 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 لاسم يسوع هللويا. خلاص يا ميمو شكرا. على فكره يا شكرا يا ثاني بقيت ترنيمه انا. خلاص يا ميمو ميرسي جدا جدا. دي مواهب مدفونه. شكرا يا ميمو. صوته حلو؟ شويه. طب حلو. شويه حلوه كتير. قال لي صوتك حلو يا جيسون، انت اجمل صوت سمعته في حياتي. جيسون تحب تقول هاي لمين في ايجيبت؟ ايه ده انت عنشتني ليه؟ معلش يا بيب. ها سي هاي تو هو تيتا ان جدو امي. بص لهم هنا في الكاميرا وهم هيشوفوك دلوقتي. سي يلا كلم تيتا ان جدو. ها هاي تيتا ان جدو. هاي مين كمان؟ انكل اند تانت. قول اسمهم. انكل و تانت و وكازنز بتوعك؟ ها؟ قول لهم اي ونت. انت عايز تروح ايجيبت؟ نو كازن انا مش في ايجيبت. الكازن بتاعك مش في ايجيبت؟ ليه ولاد طنط منال مش في ايجيبت؟ هم somewhere else. They're like in an apartment somewhere. هم بره طنط منال؟ طب قول لها هاي طنط منال. قول لها هاي طنط منال. هاي طنط منال. هلو طنط منال. هلو طنط منال. جيسون انت ريدي تو سكول تو باك تو سكول؟
Yeah. انت السكول؟ I'm August 24. خلاص؟ I mean August 27. 27 August؟ اه. اوكي. جيسون يا اصحابي ready to back to school. هتدخل سنة كام؟ What's your grade؟ Third grade. سنة ثالثة ابتدائي. انت شاطر في السكول؟ You study very well? Yeah. Hmm? Yeah. تطلع بتاخد score ايه؟ Score 100. 100. Good job. برافو يا جيسون. اصحابي في كل مكان انا مبسوطة جدا 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 ان معايا جيسون وكان معايا جوي وكمان معانا جوفاني هنا. انا مبسوطة جدا من اجل ان الرب النهاردة يعني اختار يكونوا معايا. كانت مفاجأة جميلة جدا في حلقة دعوة الاولاد. مبسوطة كمان من اجل اول يوم او تاني يوم صوم لام النور ماما العذراء ان احنا نكون معاكم مع اصحابنا الحلوين. بكده ننهي حلقتنا. معادنا جه يا اصحاب. انتي يا انتي مش مبسوطة ان انا معاكي ولا ايه؟ انا بصراحة قلبي الصغير لا يحتمل ان ايمان انت حبيب يعني قلبي كده بصراحة. اصحابي انا ما اقدرش اعيش من غير ميمو. بعمل ايه انا دلوقتي؟ انا ما اقدرش اعيش من غير ميمو يا اصحابي. ده هو بركتي حبيبي روح قلبي ميمو ده. انا اقدر استغنى عنك يا ميمو. ده دعوة الاولاد من غيرك ولا حاجة يا ميمو. ميرسي ميرسي يا انجي ما انا عارف. وانت اللي هتصلي دلوقتي. اسال انا دلوقتي؟ اه؟ ما تخلي جيسون يصلي. لا انت اللي هتصلي يا ميمو. طيب يلا يا جيسون نرشم الصليب. طبعا ما انا لو انا مش انا اللي صليت مين اللي هيصلي؟ يلا احنا ريدي عشان نرشم الصليب. يلا يا ميمو. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يلا يا ميمو صلي. يا بابا يا يسوع حبيبي وحبيب كل اصحاب انا بحبك قوي 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 وبشكرك على اليوم الحلو النهارده وانك جبت معايا اصحابي جوي وجيسون وجوفاني كمان اللي هو مش باين بس هو ورا الكاميرا بيساعدنا. انا بحبهم قوي قوي. هم اصحاب حلوين بيلعبوا معايا وانا بحبهم. بحب كل اصحابي. بحب بابا وماما واخواتي. يا رب يا رب فرحهم كلهم وحافظ عليهم. وانا بشكرك كمان عشان خاطر يا ماما العذراء وانك عرفتنا اللي احنا بنصوم الصيام بتاع ماما العذراء ان انجي قالته. اي نعم انا كنت عارف بس يعني يلا دي رجعت معلوماتي وخلاص. بشكرك يا بابا يسوع وبحبك قوي قوي. بحب ماما العذراء. فرحنا حافظ علينا وباركنا كلنا. امين. اصحابي في كل مكان هتوحشونا كتير قوي قوي. كملوا صيامكم خليكم شطار علشان تقدروا تعترفوا وتتناولوا وتكونوا كمان صايمين. رب المجد يقبل كل صياماتنا كلنا وتكون ايام بركه ام النور علينا. الطهره البتول تكون تحل علينا. اخيرا اطلب من اخويا الغالي ادم لو يحط لنا صوره ماما العذراء نختم بيها الحلقه بتاعتنا النهارده. ونشوفكم على خير يا اصحابي. بصه يا انجي. بصه لام النور حبيبتي بنحبك قوي. بصه لام النور. يلا يا جيزو. باي باي. باي. أصل المسيح هو الحياة.